بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنكمل في موضوع البايسكشن ميثود، هنحل بعض الأسئلة من الكتاب، حل سؤال أو سؤالين، وهنبدأ اللي هو بسؤال رقم 13. سؤال رقم 13 بيقول find an approximation to اللي هو الجذر الخمس الجذر الثالث ل25 correct within 10 ناقص 4 using the bisection algorithm. هذا السؤال حاولوا تحلوه. حنحل سؤال ثاني نفس السؤال لكن جذر ال20، جذر الثالث لل20. طيب الآن جذر الثالث للعشرين احنا ما بنعرف قديش، ما بنعرف الفترة اللي موجود فيها، لكن ممكن نقدر الفترة. انه هو المفروض السؤال يعطيني الفترة لكن ما اعطانيش الفترة، احنا بنقدر نقدر الفترة هذه. فانا بدي اقدرها مبدئيا الفترة، انه انا احطها 1.4، يعني جذر العشرين لازم يكون هان. طبعا كيف انا حسبت؟ قلت والله مثلا لو بدنا نجرب الاثنين، 2 في 2 في 2 تمام تطلع 8، لو بدنا نجرب الثلاثة، 3 تقريب تطلع 27، فهو حيكون الروت تمام أو الجذر حيكون بين 2 والثلاثة لو بدي أجرب. فأنا بحطها بين 1 ل 4 على أساس إنه يعني ناخذ فترة كبيرة شوي وهكذا، لكن ممكن أحيانا السؤال يعطيك الفترة يعني هو المعطيك اللي هو نسبة الخطأ هاي. طيب الآن إيش قصة إنه يعطينا جذر؟ طب ما إحنا كنا نحكي قبل في المحاضرة اللي فاتت عن معادلات، تمام؟ لأن هاي الجذر كويس نحوله لمعادلة، فحنقول جذر العشرين تمام أو جذر الثالث للعشرين يساوي إكس، تمام. الآن بدنا نأخذ أو بدنا نكعب المعادلتين، نرفعهم لأس أس لأس ثلاثة، يعني بصير هذه 20 يساوي إكس تكعيب، تمام. يعني أضرب جذر 20 في جذر 20 في جذر 20 بيطلع 20، وهذا إكس تكعيب. طيب الآن انقل 20 على الشقة هاي، بصير إكس تكعيب ناقص 20 بيساوي زيرو. هاي صارت معادلة، يعني كأنه عندي الـ F في الـ X تمام، إيش بيساوي؟ إكس تكعيب ناقص 20. هذه صارت عندي الجذر الـ X، هي صارت عندي المعادلة بالشكل هذا. فأي سؤال فيه جذر لازم نحول الجذر هذا لمعادلة ونبدأ نتعامل مع المعادلة هاي من خلال اللي هو إيش؟ من خلال الفترة. مهم إيش الفترة؟ طبعا هذا يعني كأنه A يساوي 1 و B يساوي 4، تمام. طيب الآن أول شغلة بدنا طبعا عشان نتأكد إنه برضو الفترة هاي اللي أنا اخترتها فترة فيها حل، ايش بدنا نسوي؟ بدنا ناخذ وقفل واحد، ايش بيساوي قفل واحد؟ وبيساوي واحد ناقص 20 وسالب 19. طيب قفل أربعة أربعة في أربعة في 16، 16 في أربعة أربعة وستين ناقص 20 بيطلع 44، طبعا موجب. الآن هذا سالب وهذا موجب، فبالتالي بتصير عندي إيش؟ بتصير عندنا المعادلة هاي الفترة هاي يعني فيها حل، يبقى في روت موجود في هذا. طبعا إحنا زي ما شفنا في البرنامج كنا نضرب F في الواحد في F في الأربعة الفحص. فإحنا لو ضربناهم يعني لو سالب 19 في 44 تمام،
أقل من صفر طبعاً، بيطلع أقل من صفر. أقل من صفر يعني إنه واحد إشارته موجب، واحد إشارتها سالب. واحد إشارته موجب، واحد إشارته سالب. بالتالي يعني هذا كله الفحص عشان قبل ما نبدأ نحل نتأكد إنه في حل أو يوجد روت في داخل هاي الانترفال. تمام. الآن أقفل واحد عندي ناقص سالب 19، وأقفل أربعة عندي 44. الآن هنشوف اللي هو نبدأ في الإيتريشن. هاي إيتريشن أي مثلا رقم واحد اللي هو بي واحد. بي واحد بساوي واحد زائد بعد نضغط الطرفين الفترة، واحد زائد أربعة على اثنين ويساوي خمسة على اثنين، اثنين ونص. طيب هنشوف الآن F للاثنين ونص إيش بيساوي، يعني نعوض في المعادلة هاي اللي هي F F F X. طيب باستخدام الآلة الحاسبة ناقص 20 بيطلع سالب 4.375. طبعا سالب ها ما دام سالب. تمام، ما دام سالب يبقى نشوف الآن الفترة اللي جديدة ايش حتكون؟ حتكون 1 و2 و5 ولا 2 و5 و4؟ طبعا حسب الإشارة، هذه إشارتها سالب وهذه في الواحد إشارتها سالب، ف يعني فحتيجي مكان اللي إيه حتساوي اثنين ونص. يعني الفترة الانترفال إيش حتكون هان؟ حتكون اثنين ونص فاصل أربعة. الآن الأربعة إشارتها موجب وهاي إشارتها سالب. الآن لو أجا واحد وقال لا طب ليش أنت أخذت الفترة، ليش ما نأخذ واحد واثنين ونص؟ وإحنا حنأخذ يا الفترة هاي يا الفترة، يعني يا واحد واثنين ونص يا اثنين ونص واحد، إحنا قسمناها من النص الفترة فحنأخذ واحد. لا هذه الواحد أصلا من الأصل سالب وهاي طلعت عندي كمان سالب، فبينفع هذه الفترة يعني دام سالب مع سالب أو موجب مع موجب، يعني الفترة ما فيش فيها حل. تمام، هاي إيتريشن رقم واحد. فهي الفترة إيش مالها؟ صغرنا. الآن إيتريشن اللي بعديها يعني بي اثنين. تمام، إيش هتساوي؟ هتساوي اللي هو اثنين ونص زائد أربعة على اثنين ويساوي 3.25. طيب الآن الأف لا اللي هو يعني للبي واحد، يعني الأف لا للثلاثة وفاصلة أربعة خمسة وعشرين، الأف للثلاثة فاصلة خمسة وعشرين إيش بيساوي؟ باستخدام الآلة الحاسبة بيطلع موجب 14.328. تمام؟ طبعاً هنا موجب، خد بالك أنا بدي إيش الآن؟ الفترة هذه انقسمت من النص يعني من هيك، وفي هنا طبعاً 3.75. الآن هذه إشارتها إيش؟ صار إشارتها موجب. تمام؟ فهي حنأخذها مع حد يعني معي، طبعاً واضح إنه حنأخذها مع السالب، ما بنأخذها مع الموجب. تمام؟ يعني هذه الخطوة هدفها إن نقسم نقسم الفترة من النص عشان نأخذ فترة منهم. يبقى هاد ما دام موجب يؤدي مباشرة إنه البي يعني حنستبدل البي، هنستبدل الموجب بالموجب، بي يساوي 3.25
فاصلة اثنين خمسة، بمعناته إن الفترة الجديدة عندي هتكون 2.5 فاصلة 3.25. لاحظ الفترة كتير صغرت. تمام. طيب الآن خلصنا iteration رقم 2. طيب الآن نروح على iteration، خلينا نيجي مثلا، طيب خلينا نمسح في الأول شوية، نمسح هاي، لا هذا الليزر، نمسح هنا. تمام كويس، بس نكمل iteration رقم 3. هي اللي نيو انترفال اللي احنا وصلنا إلها. لو الآن بدنا نروح على iteration رقم 3، فبي 3 هنقول بيساوي 2.5 زائد 3.25 على 2، ايش حيساوي؟ حيساوي اللي هو 2.875. تمام. هنيجي الآن نقول اف للاثنين فاصلة ثمانية سبعة خمسة ايش بيساوي، ونشوف بيطلع اشارته موجب او سالب. طيب الآن انا تكملوا انتو اللي عند بي 4 وبي 5 وبشوفوا ايش يعني بيطلع معاكم في الاخر. المفروض انه بي 5 يطلع، تمام، يطلع اللي هو 2.78125، وهذا الحل طبعا مناسب يعني. طب كيف بدك تفحص انه حلك صح او مش صح؟ عادي خذ الجذر ال 20 على الآلة الحاسبة وطلع، حتلاقيه بيطلع رقم قريب من 2.78. طيب خلينا عشان ناخذ سؤال ثاني في موضوع اللي هو عدد الايتريشنز. شوف سؤال عدد اللي هو الايتريشن. تمام. سؤال 14 في الكتاب، سؤال رقم 14 في الكتاب بيقول use theorem 2.1 to find a bound for the number of iterations needed to achieve an approximation with accuracy لو 10 أس سالب 3 to the solution of x تقريب زائد x minus 4 equal to 0 lying in the interval 1, 4. Find an approximation to the root with this degree of accuracy. يبقى هو بده في الأول تجيب عدد الإتريشن، كم إتريشن بحتاج، وبعدين إيش؟ بعدين تجيب اللي هو الأبروكسيميشن للروت، يعني تجيب الحل للمعادلة في اللي هو الأكيوريسي هاي، لعشرة أس سالب 3، 10 أس سالب 3. طبعا هذا السؤال لما نصل إلى الـ بي 5 تصل للأكيوريسي اللي هو 10 أس سالب 4. طيب تمام. الآن إحنا الثيرم 2، عشان بس يعني نتذكرها مع بعض، تقول ثيرم 2 إن الحدود الفترة بي إن، خليها بي إن هنا، ناقص بي زيرو، تمام، أقل من بي ناقص اي على اللي هو 2 أس ان، والان هذه هي عدد الاتريشن اللي احنا بدنا نجيبها. هنا طبعا عندي في السؤال أقل من اللي هو الايرور ابسلون 10 أس سالب 3،
تمام. يبقى الآن مباشرة نبدأ نحل إنه هاي الفترة A و B عندي موجودة هنا. تمام. وعندي الآن اللي بدي أجيبها واللي هو الفترة هاي اللي 10 أس سالب 3، هاي 10 أس ناقص 3. فحيصير عندي مباشرة الآن هذه بي ناقص يعني 4 ناقص 1 3 على 2 أس أن أقل من 10 أس سالب 3، إنه هاي هي أصلا نسبة الخطأ يعني هذه بتمثل نسبة الخطأ بي ناقص البي زيرو، بي أن ناقص بي زيرو هي 10 أس سالب 3. تمام. طيب هاي اللي هي يعني نقدر نرفع الاثنين هنا بصير 3 ضرب 2 أس ناقص أن. تمام. ارفعها فوق يعني أقل من 10 أس سالب 3. الآن ناخذ اللوج للطرفين، اللوج للطرفين لوغاريتم. طبعا دائما لما يكون في عندي أنا في عندي أس أفضل طريقة ناخذ اللوج للطرفين. ممكن طبعا تخليها هذه هنا وتاخذ اللوج لها وتستخدم اللي هو الناقص الطرح يعني عشان القسمة، وأنا الضرب نستخدم الجمع مع اللوج لو تتذكروها يعني بصير هذه لوج. تمام. لوج اللي هو 3 زائد عشان الضرب لوج 2 سالب ان. فهذه اساس 10 هنا بدنا اياه احنا اساس 10 اقل من لو خد اللوج لهاي هذه حكينا فيها المحاضرة اللي فاتت لوج 10 أس سالب 3 أساس 10. تمام. إيش بتصير؟ بتصير اللي هو سالب 3 زي ما حنشوف الآن. ف طيب الآن بدنا ننقل اللوج هاي، هذه رقم فينا حيطلع الآن على الشقة هاي. تمام. فحيصير عندي والله خلينا في الأول مش مشكلة هاي لوج. طبعا هاي عشان أس هنا بتصير سالب أن في لوج اللي هو الاثنين أساس 10 هاي أقل من احنا قلنا هذا حننقلها هنا هاي بيصير سالب 3 بعدين بنقلها هنا ناقص اللي هو ايش لوج 3 اساس 10. طبعا هذه نقلناها على الشقه هاي هان هذه حسبناها سالب 3 كلياتها وهي بس نزلنا الناقص اللي هو الاس نزلناها. طيب الان بدي انا الان تكون لحالها فبرضو الان تكون لحالها خلي هاي سالب ان أو بلاش خلص أن مباشرة وبدي أضرب بدي أضرب يعني في إيش في سالب هنا بتصير هذه أن أن عشان أضرب في سالب تحول بس الإشارة هذه أكبر من وهذا لما أضرب في سالب حيصير 3 زائد لوج 3 على نقسم على لوج الاثنين طبعا كله أساس 10 على لوج الاثنين. تمام. طيب فهذا تجمعهم بتقسم للحاسبة بيطلع تقريبا 11.6 اللي هي الآن تطلع 11.6 يعني هنا حنقول إنه الحل بيطلع في النهاية نو مور يعني مش أكثر no more than 12 iterations
with طبعا accuracy اللي في السؤال accuracy اللي هي 10 والسالب 3. يعني المفروض انه قبل 12 iteration نصل لروت يكون يعني الاكيورسي تبعته 10 أس سالب 3. 10 أس سالب 3، نعم. هذا الفرع الأول في السؤال. لا، لو بدك تبدأ في الفرع الثاني، طبعا هاي المعادلة عندك f x، تمام. احنا حنبدأ يعني وتتكمل لأنه سؤال مش صعب. هاي f x، يساوي x تكعيب زائد x ناقص 4، والفترة 1 و4، والإيرور هذا في الآخر. شوف لهم أهم إيش الفترة الآن عشان إيش نحسب اللي هو الإتريش. طبعا B1 أول إشي نحسب إيش بيساوي، 1 زائد 4 على 2 ويساوي 2.5. طلع 2.5. طيب الآن F للـ2.5 بدنا نشوفها تطلع موجب ولا سالب. F للـ2.5 بدنا نشوفها قديش، تمام. وبعدين بعد ما تشوفها بدك تحدد الفترة اللي حتطلع فيها. يعني بدك تشوف انت الآن هذه موجب أو سالب، وبناء عليها اللي هو تحدد الفترة. الفترة بناء على هاي حتطلع عندك اللي هو 1.25. تمام. الفترة اللي بعديها حتطلع معك 1.175 وهكذا. فالمهم يعني انه احنا الان هذا الموضوع يعني البايسكشن خلاص. اذا انت عرفت تحل سؤال تمام، تعرف تحل يعني باقي الأسئلة، إنه بتكرر نفس الفكرة، ما فيش يعني أفكار جديدة في الموضوع. حنضلنا بس نحسب، نستخدم الحاسب ونحسب ونشوف والله موجب أو سالب، وبناء عليها إيش نحدد الفترة اللي حتكون يعني عندي، وهكذا عبين ما أصل لإتريشنز معينة. ممكن إنه ينطلب منك مثلا 5 إتريشن، ممكن ينطلب منك أكيورسي معينة وهكذا. يعطيكم ألف عافية، وبرضه اللي عنده أي سؤال إن شاء الله يعني ممكن يبعث لنا.